بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر سنة وخذ العوايا آيات اللواتن يكوباد وصورة الأحقاف كمدة الله سبحانه وتعالى هو نغصة ورمي عشر سنة آيدي وجودا بيهي ما لنت قيامه حالد الشدد له أو دباطة له أو كفارة قدع إساء إلهي نغصة وشاري وأنا إلهي سوى رسولك سلاك داواي وصورناي واحد قصاهد ومدار أشهر كاسيس محمد كاهو ما لنت قالد الله بندقاي ونارس الله بندقاي ونارس اللي سيداه هدنا اللي هي مركي دباطية ذكا أرجى الجحان وهي لايدين سيلها المانسة أو خير يدنى يضيبادة الديرة إياك بصورة ما يستكين شاورينا إياك دبس عدين وهذا نسوة ما تعدين وإدليل كثة ما تعدين مانسة هو الليدين أبال مرينة إياه بها نبي عذاب كيدي بقى الليدين كو أبال مرينة إياه فبوش نوح هوي كبر شئ إسكبرتين والأغلب إسكبرتين إذنكم حقه صغنين إياه وحاكله صوت إسهال إليه إن أدفع استقودينه لا عدى إلهي أكبح لين بس أمرك وعلمك قلينا تسير أو قابانه عصوب عيون ميسان في قلينا تردد صنوحة وهي وحال غمر عابي سورة الأحقاف سورة الأحقاف أيان ميسان في قلينا وذكر حصود إلهي أخا عاد عاد والألق وحصود إلهي وذكر حصود إلهي أخا عاد كر عاد والألق وحصود إلهي حق وحوي ولا المدوى حق النصب كالي إيه دين تماها وحال والآل كان أخا عاد كان لسيقى عيني والنبي الله يهود ويه مرتا هود إيه غلدة أياه هي ولا نصب شيستان أو ينسب شيستان عادي ونسب شيستان مرتا هود هو هود إبن عبد الله إبن صباح هذا صور نوان صومرني وصوية هود أيان صومرني أرنت أصبران كيف يوم يلقل يبتل حسود إلهي سيدك محمد شاهو فتذا مرتا وحوية حتى تكلق الليه وحوية تصدي نبي الله يهود يقوم كيسي ثم لقوهمه وأمة محمد تأكل أفرق عطان أقاع عاد جنود إلهي فرع ورالك وتفصل إلهي إذ وقت فصل إلهي أنذر عود دقي قومه قوم كيسي أوكي بالأحقاف والدي حال أي أهادين الإلهي بالأحقاف والدي حال أي أهادين والدي أو يمنقيا أيوهاي أمناتشو دقي تكاله بالأحقاف والإلهي ولي حال إيهادين والإلهي أنجرهم والحال أنهم مقيمون بالأحقاف يا الغورة ولي من كل وي وعلم على الوادي وي بالأحقاف حال إيهادين والإلهي ولي هو خصبا والحال قد حقيقها خلق أي تتنى أن يدرك ودي قول إلهي من بين يديه إسابه رسيسة إيه ومن خلف إساب رسيس فوحى وهو نبي الله يهود وحى سوري نبي الله نوحى كوري ثلاثين سنة برسول صلى الله عليه وسلم والحال أيود إلهي قد حقاقها والحال أيود إلهي خلص النجور ودق أي تقانو إلهي خلص الرسل وي من بين يديه حجي صهراء يو من خلفي حجي صدنبور إلهي وهنا مركز وحى وهو أخد إلهي بأن قال أسوق الدرواب إنه ضحينه ألا تعبدوا عابد ميسان إلا الله ألم ويه وهو خبر او بمعنى نهي اوي الا تعبدوا اعبدوا ما يسانها اعبدنا الا الله اعلم وي اني انا اخاف وحان وعبتنايا عليكم وركينا ان عبدتم غير الله وي اله غير كيسا دال عبدان عذاب يوم يوم عذاب كيسا عبدتا عبتنايا عليم روين اني انا اخاف عليكم كركينا وحان وبقيا ايوه دهي نبي الله يهود هداد الهي غير كيسا عبدان عذاب يوم يوم عذاب كيسا عليم روين اذا نكرا عبتنايا قالوا غير هذين أول إلهي أي جهود أي كبيرين أنت أي سبحيين أجئتنا موحاد مغلط مري هودو لتأفكنا إنا نجئيش عن علمتنا إلى يلقين أجئتنا موحاد مغلط مري إلهي لتأفكنا إنا نجئيش ذو نجسر فيسو عن علمتنا إلى يلقين وهذا إن عابدين أسنامتان إنا نجلي حسمي أبنى وطمي وإن شرعيا فأتنا مغلط هاي إلهي بما كي تعدنا أبنوه قدنيش هو عدادة وهذه حوالي أن عابدنا أكنام كان نوضعها إن كنت هدادها تمنى الصادقين كورين تشيغا مثل هدادها سأتنا مولاك عليك وناكي تعدنا أبنى وجود دينيسي إن كنت هدادها تمنى الصادقين
kuwa runta sheegaya mid kamid hadaad ahaato oo aad ku run sheegayso cadaabkaasi inuu noo imaanayo. Qaala wuxuu dhahday ilaahay nebi Huud, inamaa in kaleeta maahane alcilmu cilmigii dadaalkii cinda allahi iisiisu ahaaday. Waa weeye cadaabkaasu goorta uu imaanayo oo lagu cilmi lahaado, inamaa in kaleeta maahane alcilmu cilmigii cinda allahi iisiisu ahaaday. Wa uballigukum waana idin gaarsiinayaa maa fii ursiltu la ila soo diray sidii maaga ilaykum xaggiina la ila soo siin diray ayaa idin soo gaarsiinayaa. Walaakinii kalkeeda anugu araakum waan idin arkayaa oo man qoom inaad tihiin qoomkaasoo tashhaluuna oo jaahiliina wey jaahiliin waxaad ku tihiin cadaabaad degdegsiina dalbaysiin adinkoo la timaadeen wixii lagu mutaysanayay. Marka nabiyulaahi Huud waxa uu dhahay markay yidhaahdeen nookeen cadaabkaa sheegaysid arrinta inay xag ilaahay arrin ka socoto ay tahay ayuu ku faayaa. Qaala wuxuu dhahay Huud uu dhahay inamaa in kaleeta maahina alcilmu cilmigu ogaalsi cinda allahi iisiisu ahaaday. ilaahay subxaana watacaala ayaa ku cilmira goorta cadaabkaasu imaanayo. wa uballigukum ama wa ubligukum waxaa idin soo gaarsiinayaa anugu maa fii ursiltu la ila soo diray sidii maaga ilaykum xaggiina la ila soo siin diray walaakinii anugu araakum waan idin arkayaa oo man qoom inaad tihiin tajhaluuna oo jahli falaay weeye. marka markuu saas dhahay cadaabkii waa layidhid cadaabki muddadii la gaaraa ilaahay wuxuu ili leeyahay falamaa goortii ra'uuhu ay arkeen ay maa huwa alcadaab weeye cadaabku waxa uu yahay falamaa goortii ra'uuhu ay arkeen ilaahay ra'uuhu ay arkeen hu cadaabki caaradan inuu yahow dha ilaahay saxaab saxaaban carala sii fuqi samaai weeye mustaqbila owdiyatin waadiyaashoodana soo qaabilay qaaluu waxay yidhaahdeen hada midkaanu caaradun saxaab weeye mandiruna oo noo madaraynaayo waa weeye daruur oo roob nooga da-aayo weeye. ilaahay markaas wuxuu dhahay inay ajaro yihiin isagoo ka waramaya bale huwa kanu maakii weeye istacjaltumaa dambistiina dalbaysay bihi maal suuqinka bedel ruux weeye ruuxdaasoo fiiha eeda dhexeeda cadaabuna cadaab uu ku sugan yahay cadaabkaasoo ciliimu ilimu oo xanuusiya. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala falamaa goortii ra'uuhu ay arkeen cadaabkuuri ilaahay caaridana uda ilaahay midkoo danbaxay xaal uu yahay xaarilka waxa weye waa saxaabka weeye mustaqbila owdiyatii muwaadiyaashoodana soo qaabilay qaaluu waxay yidhaahdeen hada midkaanu caaridun waa midkoo danbaxay. caarilku wa saxaaba lihi waa saxaabka aladii yacridu fi lufuqi jihada ka soo bax waa caari leeyahay saxaab weeye mumduuna oo noo madaraynaayo waxa weeye daruur oo aynu roobka helayno ayaa noo soo socota saasay yidhaahdeen. waxa ku sugana ma garanayaan walidaa ayaa axaadiista saxiixa waxaa soo arooray rasuulkeena calayhi salatu wasalaam cirka markay daruuro soo fuulaan nabigu calayhi salatu wasalaam argagax ayuu muujin jiray iyo markaasi digsooni iyo amatiga ilaahayna laga aaminahay. markii wax laga weydiiyane waxau nabigu soo qaadan jiray aayadda tanu soo qaadan jiray. marka sidaa markay yidhaahdeen qaala tacaala isoo qadara ilaahay wuxuu yidhi xag ilaahay waa laga dhahayaa bale huwa dadkaanu maa kii weye istacjaltum aad degdegsiina dalbaysay bihi maas fadajal ruuxun ruux weeye ruuxdaasoo fiiha eeda dhexeeda cadaabuna cadaab uu ku sugan yahay aliimun mulimu oo xanuusiya. ruuxdaasoo tudamiru halaagaysa kula kayin shayl arka kulligiisa u soo marto biamri rabbihaa rabbigeeda amarkiisa ku halaagaysa ilaahay iraadadiisa weeye ay kula kayin weeye oo ilaahay halaagiisa uu doono weeye. markaas dabayshi way halaata raggoodi iyo haweenkoodi iyo caruurtoodi iyo maalkoodi baaba ka dhigta samada iyo arlada intuu ka dhexlay kusoo duushay markaasay jargarta weeye. waxaa soo haray Huud iyo intuu rumayso afar kun ugu sheegay ayaa soo harta weeye. marka balaayadaas ayaa ku dhacday nimankii reer Huud ahaa weeye balaayadaas ayaa ku dhacday. riixdaasuna waxay ahayd iidoo layinaha inaa soo jeecsan oo qabo weeye oo dhaybaa weeye. laakiin ruuxda markaasi asiibayso qoomkiisa shadiiday aheed oo caasifaa weeye oo muulikaa weeye mucjiso cadiimaa weeye oo nabiga Huud la siiyey. waxaa yeele markii oo dawrahaasu ay soo fuuleen cirka ka horna waxa weeye qureyr badan uu haystay waxaa marka ay sameeyeen waxay ka heleen riix baaridaa oo qabow oo riixu nasiim ay ka heleen. laakiin markii waxa weeye ay meelahaas ku aruureen oo qabow arkeen ay waxa weeye is-aruursadeen ay qabowga ku istariixayaan ayaa ilaahay subxaana watacaala cadaab uga soo deeyey. waana noo imaan doontaa haddii ilaahay yidhaahdo suuratu xaaqay noogu imaan doontaa fakharaha cayin sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuman fatara alqowma fiiha sarcaa kaanahum acjaasu naqlin khaawiyatin waa tuu ilahay dhahay subxaana watacaala.
ilmada marka qaar ka ahlu siiray waa waxay sheegaan nabiyullaahi Hud iyo intii humaysay waxa uu sameeyey alayhi dhul ayuu xariiqaa layidhi intaas marka uu xariiqo unahay dadkii asaga muminta ayuu rumeeyey soo gal ayuu dhahay intii markaas uu xariiqay waa ka wareysataa layidhi intii kale halaagiisaa layidhi dadkii joogay faasbaxuu diirna waxay ahaadeen hawl ilaahay laa yuraa inaan la arkaynin ilaa masaakinun guryahoodi maahayn ayagii markay halaagtay dabaysa wax badana qur-aankaan kusoo marnay faasbaxuu waxay ahaadeen hawl ilaahay laa yuraa inaan la arkaynin ilaa masaakinun guryahoodi maahayn amase laa taraa inaadan arkaynin ilaa masaakinahum guryahoodi maahayn kadalika sidaasoo kale ul ilahay saan ku jaasinay nimankaas qoomo huud ah ayaa najdii ku jaasinaynaa alqowma qoomka ul ilaahay almushriniina oo kaafiriinta hadda arrintaanu arrin macnaha ku khaas ah ma ahan reer caad qaalim oo dhan ayaa ilaahay subxaana wa tacala sidaas ku jaasinaya marka waxa weeye kuwa qaaliminta ayaa waciiduhu sugan yahay allah markaa wuxuu dhahay kadalika sidaasoo kale najdii waanu ku jaasinaynaa alqowma qoomka almushrimiina oo muslimiinta walow wallaahi qad xaqiiqaha yuudhi ilaahay makannaahum waanu makanin ow ilaahay waanu siinay reer caad fii maa shay ayaanu makaninay in makannaakum maa makannaakum aana idin makanin waxaa hadda ilaahay la khidaabaya kufaaru maka oo rasuulka kusoo horjeeda calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka wuxuu u tilmaamayaa nimankaas reer caad oo saas loo halaagay waxa la siiyey iyo waxa kufaaru maka la siiyey waxaa nimankaa la siiyey inay badnaayeen markaasuu dhahay alle walaqad xaqiiqeen makannaahum waanu makaninay fii maa shay ayaanu makaninay in makannaakum intaan naasiina waa laga dhigaa zaa'idana waa laga dhigaa in makannaakum aanan idin makanoona idin siinin fii isaga oo quwo iyo maal ah weeye reer ay markaasi yidhahdaan saan soo marnay man ashaddu minaa quwatan yaa anagana xoog badan wajacalnaa lahum waxaan u yeelnay ul ilaahay nimankaas samcan maqal ul ilaahay iyo wa absaaran arag iyo wa afidatan laaba ul ilaahay wajacalnaa lahum waxaan u yeelnay samcan maqal ul ilaahay iyo wa absaaran ul ilaahay arag iyo wa afidatan laaba fama aqnaa kama aysan daaficin ul ilaahay canhum ayaga xaggooda samcuhum maqalkoodi iyo walaa absaaruhum aragyaashoodi iyo walaa afidatuhum laabtoodi min shayin shay ul ilaahay waxba uma aysan tarin buu dhahay ilaahay maxaa yeele mar haddaysan xaqi aysan maaragtaya aynan kula intifaacin oysan ku dhegaysanin dhegahoodii basiiradoodiina aysan qalbiga aynan ku qaadin haddana waxa weeye indhahooda xaqa aysan ku fiirin waxba u tari mayso ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaana wa tacaala famaa aqnaa kama aysan deeqin canhum ayaga xaggooda samcuhum samcigoodi maqalkoodi iyo walaa absaaruhum aragyaashoodi iyo walaa afidatuhum laabtoodi u ilaahay min shayin shay u dha ilaahay in waqtiga u dha ilaahay subxaana wa tacaala kaanu ay ahaadeen iddaana waxa weeye macmuula liaqnaa weeye waxaana xoogaa la dhedhensiinayaa macna tacliil ayaa la dhedhensiinayaa in waqti kaanuu ay ahaadeen yajxaduuna kuwa diidow dha ilaahay ayaan samcigoodi iyo absaartoodi iyo afidadoodi waxba u tarinin kaanuu ay ahaadeen yajxaduuna kuwa diida biaayaatillahi ilahi aayaadkiisa xujaysta ilaahay oo beyneeda markay diideen waxba uma tarin waxaada waxaa ku degow dha ilaahay waxaa ku degay bihim ayagow dha ilaahay maakii kaanuu ay ahaadeen bihimaaga yastahziuna kuwa ku jeesteen waxyaabihii ay ku jeesteyaashi jireen oy dhahayeen nabiyullaahi huud noo keen waxa aada noogu goodinaysid haddaad run sheegaysid waxay dhahayeen ood beensanayeen ayaa ku degowdha ilaahay waxaaqa waxaa ku degowdha ilaahay bihim ayaga maakii kaanuu ay ahaadeen yastahziuna kuwa ku jeesteen cadaabkii baa ku dhacay walow wallaahi qad xaqiiqaha yuudha ilaahay ahlagnaa waanu halaagnay maa xawlakum waxa hareerihiinna hawdha ilaahay oo min alquraa qaryooyin hawdha ilaahay ahlu makaa ilaahay wuxuu leeyahay walaqad xaqiiqaha ahlagnaa waanu halaagnay maa shay xawlakum hareerihiinna oo min alquraa qaryooyin hawdha ilaahay ahlkeed baa la goodaa reysa muudaa kamida qoomu saalix qoomu caadka hadda ilahay ka warramaayo qoomu luudaa kamida qoomu shucaybaa kamida waa bereygii fircoon iyo qoladiisiyaa kamida ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala walaqad xaqiiqaha ahlagnaa waanu halaagnay maa xawlakum waxa hareerihiinna hawdha ilaahay oo min alquraa qayooyinka kamid ow ilaahay qayooyinka hadda ahalkoodi baa loola jeedaa wasarafnaa waanu celcelin hawdha ilaahay alaayaati aayadahana waanu celcelinay xujooyin oo bayinaada ayaanu ku celcelinay ay wax ku qaadan karaan waana ku qaadan waayeen lacallahum bal inay yarjicuuna ay laabtaan hawdha ilaahay wasarafna alaayaati aayadihii waanu celcelin hawdha ilaahay lacallahum inay yarjicuuna ay laabtaan ay ka soo laabtaan waxyaabaha macaasida ay ku sugan yihiin
فلولا نصرهم الله إلهي فهلا نصرهم ملء جرجاران الذين كو اتخذوا أي سميتين ومن دون الله ليس كديسة قربانا أي كسميتين كو إلهي لوجو دوادو آلهة إلهي هل أي كسميتين بل أيود إلهي ظلوا ويسلوا من أنهم أيضا حقوضوا لإلهي مرسي عذابكم كدقائي وذلك كافو اتخاذك وأصنمت آلهة لغاية شقربانا إفكوا مود إلهي بين أبور كودوي إيه وما في كانوا يهدين يفترونك وأبور صور إلهي إلهي يقول الله رحمه لمن كانت عذاب كودي مرسؤوني لدي وحيابه أي شيئان أيين وحبي سرعين إلهيين أو الله أي قرب بقايين وحبينا يسنفرين وحبينا يسنفرين ما هي لهول إلهي إسكالي هاي مخلوق وحبك ما قبكر في هذا الله مخلوق حد أيو إسكالي هاي الله نحد الله سبحانه وتعالى حد لقد قال أيو إلهي ليه إلهي سبحانه وتعالى حد ليه مخلوق حد ليه حد إلهي معناه حد والله إحادي معناه ما هنه وحال قوضا إلهي ولح أستجع الجولية أو خاص قوة هي إسكالية ونعبنا مركز شريعة كل عين فها كميرا مركز إذا أددها ساعة كميرا سفره في حديث لها أياه كميرا مركز هذا إن مخلوق حديث اللي يجيه حد الألوهية اللي جارسيه مسلوك تجلس إذن إلهي تجيه ماي نحاول إلهي لا شريك له هو إلهي سبحانه وتعالى شريك أم الصنان مركز أصول الله قال سبحانه وتعالى فلولا نصرهم فهلا نصرهم لي أجرقاران حي أجرقاري وايين وي أي عذاك هو الدافع وايين الذين قوا اتخذوا أي سميسان ومن دون الله إلهي غير كيسا قربانا أي سميسان وإلهي متقربا بهم إلى الله هو إلهي سبحانه وتعالى اللي وجود أوانا آلهة إلهي على إيسا سميسان وإلهي من إيسا وي وأصنام توي مفعول اتخذ أو مستفوض هذا والضمير أو محذوف موصول أو نقنعي أي هم وي مكاس قربانا نو حين غايسا مفعول ثاني آلهة بدل على قريقيا آلهة عيدة بدل أي نقنعي ساوي آلهة نول إلهي سبحانه وتعالى إلهي يارو أي سميسان وإلهي ما هي مركة او قرقاري واين انا وحاول اما قرقاري كرا وحاول ما يسان فرن مركة الهي غير كيسة او شاس وحبك ما قبكره مركة صود الهي بل اسكدى اني او قرقاراني ظلوا ويلوا مينو الهي مركة ارمي رمت الجوبت وحاس ان الله صار مضوان خبي سبحانه وتعالى ايها وحب الدارية وحب حية سبحانه وتعالى بل عيود الهي ظلوا ويلوا مين عنهم حق وضا ويكلوا مينو الهي عند نزول العذاب مرك عذابك وسود جاي ولا واي وعلى أي سلايان ولا واي عذابك أنا رب يا وتي هو رب وتي علي ترى بل أيود إلهي لا الله ويكلوا من أنا أيضا حضور إلهي وذلك كاسود إلهي يا لشر أصنامك أرواح قربان أي في شن إكو مول إلهي كيف جود وي يا وما في كانوا يا هذين يفترون فوق أبو سود إلهي وهي هذه مركاتي أي كبين شيء جايين كاس ويود إلهي وبين أبو كهل وين وي marka wayan mar bastiye daba oo haday been abuur yihiin faad malaha been waxa way faad malaha la yiraada marka waxaan xaqiiqo ahayn lagu ma hagaagi karaayo waxna kale ma yaano oo haday sax xaqiiqo ku dhineyn ku dhisneyn maalintii runta la gaaro ayaa waxa way qeybtooda la arkaya nimanka marka mushkiinta oo asnaanta si caabudayeen marka ay waxa way inay shafiicayaan ay ku sheegayeen ilaahay yahuu subhanahu wa ta'ala wuxuu xusuud ilaahay إذ وقت صرفنا آنو إيلني إليس حقاق آنو إيلني سيسك محمد كاهو نفر جمع أول إلهي أول من الجن جديد كاملة آنو قوصة إيلني يستمعون حال إدقي سنيا نفر كاسو القرآن قرآن كإدقي سنيا فلما قلت حلروه قرآن كإسوا حاضرين قالوا حيو هذين قوبر قوة بفتا أولها أنفقوا آموسا اكتحار إيا قرآن كإدقي سنيا فلما قلت يقول لي اللي قلت قرآن كي oo qoladiisa ay dhamaatay walow way jeesteen oo ilaahay ila qoomin qoonkooda u jeesteen mundiriin xaalihiin ku digay oo qoonkooda cadaal ku cabsi gelay hadii rumay waayaan meeshaan hadda waxa weeye waxa nooga bilaabanaya qisa cusub ayaa nooga bilaabanaysa waxa nooga bilaabanaya ilaahay inuu nooga warramo subhaanahu wa ta'aala jinnigii rasuulkeena cali salaam quraanka ka dhageystay oo rumeyay iimaanu jinni ayaa ilaahay nooga warramaya كني رسولك الرمية أيا لقوات أيا إلهي سبحانه ونوغوه حمية فقال الله وهو إليه رسول كيسا وقال أشياء الساقون كاذا قصدي أو أن أؤيل من حق هذا جمع أو جنك كميلة وي
سوى حوية أيوة أفرق عطان ومدى أيوة أقادان فسالات هذا عام إنه يتجيني أنت وي يا ملايك يا جميع الخلق وي انت سألوك لدوين أيوة وهو النبي إرسال كيسا الغدري جيني يا إنسا إرسال تبليف وإجماع الوية إرسال كيسا ملايك سنة وقال حالي قال وحيرا إرسال تبليف وي وهي عليك الله يقوى قال نوحي إرسال تشريف وي فسوك عليه السلام وحي انت اسكسوها رعو قلدا درد الله درين وحيواناتك او غير عاقلدا اي جماداتك إرسال تشريف وي ورحمة يمقون إساه عيلا عيوه وقت تكاليفه وصار مجسيه وقال له قد تشريف والا شريف ايا ايا نحريف الهي ونحريفنا الهي ملك وفروضه سبحانه وتعالى وانتوح سيدك محمد كهو اذ وقت صرفنا آنو ايلني إليك حقاقا مصرا دمع عن أسوء إلي قول من الجن جن يستمره إلهي وعلى سياق جن جانو جن ليلا جن نفسيرين وحيالي أو يمين جوه جاي أما هو حيالي جن لك جوه جنيه من نوى ميسا ليلا أو أرض الموصل قطال ليس نبي الله يونس لقصور بحيي طلب يا هايين فقال يا هايين وعلى سياقا رسول كان عليه السلام وحيجوه جميس ليلا بضن مقلبه أو أسعال فيه سواب سواب خد سنعي سيدة حديث كبخاري مسلم وصحيحان كيقبان أسئلة سيئة لوريه لكن هذا بضن النخل وحاسي الصواب هالي بضن النخل سين لبهو معاوية لا وعمدك فيه لا ليري غريق هو بهذا السيئة لوريه لكن بضن النخل هو أن فعل هين وحاوية مكانك نبينا عليه السلام صلاة الخوف وكده كلي أيوء هيدا ليري لو أمر حلاء يونا مدين أجر هالي رسول كينا عليه السلام أسحاسيسة أيوء صلاة صبح أيوء بشين عيالي taas marka ahli fiirada qaarkood waxay leeyihiin arintaas uma sugnaanin marka waxaa la leeyahay salaada kale eeday laakiin hadda sida raajixa salaada subax waa eeday salaada subax way eeday leeyahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa macnaa khilaaf ka dhaliyay waqti waxa nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada subax uu dishinayay oo meeshaas uu joogay nabiga lama jirin baa leeyahay إلا أنك إلى زيد بن حارثة سماهي حارثة أزمه حيء هلالي واقع عدد قبل اقتل هذا فانت على فرليين وواصل هذا الصبح هلالي ونبغم يسعس جوغي فهذا انت على فرليين لنخوري هلالي فصول كان أصحابه وحالة جلالي زيد بن حارثة وهامرك الصواب هلالي إلا إذا هذا نبغ عليه الصلاة والسلام وحو الدكانة ومرك جيني يعني ما نبي جوف ليل ودكانة وهابين كدحني في هذا مركا سيدا سالة ليه إذا أردت مركا سيمواهب فأوليقا يوحوي رسوف عليه السلام وحاوب حي ضعف أوب حي خديجة مركا إذا ما سدع بيه ذا سدع بيهود يقول لك جوغو هذا ينقو مركا سيوحوي صهر سنعي بيس شوال سنة كن مركو أهي وحوي طبعا هو نبي المدى لك جوغو سديسي مركا نبي إيكسو قاس قريش مركا أبي طالب هذا نقو لنتي لبع صفر من إسكوغا نبي وحالات جالي زيد من حارثة نبو ميشا فو بالكن يالي يتبو أشراف صغير فبارا يه وقوي يرى يدعوه الإلهي مركا نبي عليه الصلاة والسلام هذا حبارا نص ابن عمين باليه لكن نبي عليه الصلاة والسلام دعوه قوي يرى لي مركا سي نبي عليه الصلاة والسلام يأجيه واي وهي قدرين وليد السفهدي الدومنكي أي قدرين إيغو مركا تعايا إخوة فارسو تعايا رسولك ما هو قصور نغضاء لأهل بائس هو مكاء وصول لأغنه وهو دي ميسا يبضن نخا سويه فمولع مركاسي حبيب مركاسي وحوي مكاء مكاء لغبحه وحوي حوضاء للصعوضاء لسيقه وي مركاسي حبيب هذي رسولك عليه السلام وحاله وصوء إلى ليه فضبقه جن نصيبين رسولك هنا عليه السلام وحوي استعقال ليه جو كليل ويستويد بكناه عمر القاساسي عمر الصراط دانو صراطه وحماء هيني لكن في البخاري يسوه فقر وفي صاصيه ثالث وجينية وحالي روحا لغي هذا واقعون كان إني سعجزين واقعون كأرنتها كل عضي هيا سعجزين جان لي ثالثان اللي سوه بيترا ايه واحا وي أرنتها وحي كونيسا حق مركز استيرادة ايو وحيا ودور مركز الله فيري ايه هاديسة ان حوقا مركزي ولا بوش اي وريسي مركز اي سواق عضي مركا جيني قاس ليه جينو نصيرين وهاي مركا الله وحوده إذ وقت صرفنا إينا إليك حقاقة نفرا جمعوا لإلهي ومن الجن جيني وصمده جمعوا حوالي جيني وصمده أيوه إلهي سبحانه وتعالى
يستمعون حال إيدي سنيان القرآن قرآن كإيدي سنيان فلما جوسي حلروه إسوا حاضرين قرآن أما النبي عليه الصلاة والسلام قالوا حيلا ينأسلهم أنت سوء مستع اكترها رأسا فلما جوسي يقول لي اللي قتروا قرآن نبو دمي ولا وجه استنوا لله إلى قومهم قوم كوري منذرين حالهم في أدقائي قوم كوري أفقانوا لله سبحانه وتعالى أيها أمر كاسي قوم كوري أدقائي مرك هذا جل كان رسولك عليه الصلاة والسلام تجي سي وربنا واه سجرا وحال لو ريه أنس ابن مالك وحالي الإرادة وهذا هو لي هاي نبي عليه الصلاة والسلام أسكي سنجوه يستغل مدينة بنان كي رسولك فكذا نبو حي سو قادري من اوغيا او كنت كوغايا اول او اسان جلفدلا فكذا سنه وحو دحاي وحان ما سيا شنغر جنوي فكذا سو شيخ وحو دحاي اجل يا رسول الله جني ما رسيا ايان اهو دحاي فكذا سنه وحو كدحاي من اي جن انت جليغيتا فكذا سو وحو دحاي اني هان ابن هيم ابن لاقيس ابن ابليسان وحال لي دحاو دحاي هان ابن هيم ابن لاقيس ابن ابليسان لي دحاو marka sunagu haw dhahay umrina qaadista marka suu dhahay asalku umra dunya ila qaliilada umra ajnaani waa dhanyood ila wax yar ma haa waxa la joogow dhahay haadin markii oo qaadin oo dilay wiil yaran ahaayo saw sano joog dhahay buuraha ayaa fuuri jiray hawanta ayaa ugaarsa jiray marka taan waxa weeye khalqiga hortooda ayaa soo dhigi jiray dhahay marka sunagu haw dhahay bisal amal oo dhahay amala baas oo dhahay marka soo dhahay ya rasuulallahi iga tago dhahay dagaalin anigu waxaan kamid ah dadkii nabi nuu dumeeyay waa dagaalow dhahay dacwadiisan ku dagaalay marka soo ooyawaan iga ooyintiyay waxaana dhahay u dhahay wallahi inii la minna diniina kuwa salaayeen kamid ahay ilaahayna waxaan ka meengelaya inaan jahiliinta kamid noqdo huudaan oo imro dhahay waan dagaalay dacwadiisi waa ooyay waa iga ooyintiyay waxaana dhahay wallahi inii la minna diniin wa'uudu billahi ana kuwa meel jahiliin ibraahim ma la kulmay waan rumeyay asaga iyo arlada ayaa u dhixiyay markii dabka lagu tuuray Janiqa waxa weeye naartan kula jeeyay la joogay dabkii lagu ridayay waxa weeye macay Yusufan ahay waxa weeye hadda qisa dheer ayaa jirta laakiin aayada tan waxa weeye waxa uu soo laabanayaa dib ayaga iyo macnaheeda iyo wax nooga dhiman hadii Ilaahay yiraahdo asalkeena dambo asalkeena inta suuqay walaa subhanahu wa ta'ala alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.